مش بس بقى بالجلد الجسم والبشرة وكده، انا يعني عرفت كمان او سمعت انه كمان للفروة الراس، تمام، ازاي يعني هقول ايه بقى لحضرتك. استخداماته؟ هو استخداماته زي ما قلت، ابتدى الاول للجلد والحسنات، وبعد كده كمان طوروه يستخدموه للاظافر، وبرضو دي من الحاجات اللي بتساعد كتير جدا في الاظافر، ان احنا نبص عليها ونشوف مثلا نميز فطريات الاظافر، او لو في برضو اللي هو الميلانوما بتاعت الاظافر. يعني ابتدى يبقى فيه استخدامات مش بس للجلد، لا كمان للاظافر، ده للدرموسكوب. جت في سنة ده بيشخص 2000 أمراض معينة عن أمراض طريق معينة يعني بالدرموسكوب، الأظافر. بيتحط برضو على الأظافر من غير ما ناخد عينة، وشخص دي حسنة في الضفر، ده فطريات في الضفر كده، تمام لأن هو برضو بنفس النظرية اللي هو بيعرف يشوف من تحت الجلد. تمام في سنة 2009 في مجموعة دكاترة في بولندا استخدموا الدرموسكوب لأول مرة على فروة الرأس، ولقوا ان في نتائج هايله لاستخدامه على فروه الراس، وساعتها سموه ترايكوسكوبي. هو نفس الجهاز، هو الجهاز، ما فيش اختلاف، سواء اللي بيتمسك بالايد او الفيديو درماتوسكوب اللي شفنا صورته، هو نفسه. هو بس لما بيتحط على فروه الراس عشان اشخص امراض الجلد بتاعت فروه الراس، او اشخص امراض سقوط الشعر المختلفه، سموها ترايكوسكوبي. لكن هو في هو ليه النهايه ثلاث هو أرجل نفس أو الجهاز، حاجة، ولا هو نفسه يعني ليه ثلاث هو ماسكات أو حاجة عشان لا لا اسمه لا تراي لا 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 ترايكو؟ لا ترايكو مقصود، دي كلمة اللاتيني لكلمة شعر، أنا ترايكو. اتخيلت ترايو لا لا مش وترايكو. ترايو، هو ترايكو. ترايكو ترايكو دي الكلمة اللاتيني للفظ الشعر، زي كده ديرمو هي اللفظ، كلمة الجلد اللاتيني بتاع ديرما جلد. الجلد، تمام. فهو نفس الحاجة. لا هو فهو اكتشفوا انه له استخدامات متعددة بقى للشعر، ففرق معانا كتير جدا استخدامه في امراض الشعر. برضو المجموعة اللي هي في بولندا، الدكاترة هناك اللي بيشتغلوا عليه ابتدوا عملوا حاجة اضافة، ان هو عملوا سوفت وير معين برضو مع باحثين في المانيا، اضافت على جهاز الفيديو درموسكوب اللي هو الكبير، فبقت لما اصور فروة الراس اقدر كمان عن طريق السوفت وير اعد الشعر، يعني ده برنامج واقدر في الكمبيوتر برنامج اللي بالظبط، برنامج، واقدر اعد سمك الشعر، اقيس سمك الشعر اشوف مثلا واخد كثافة متوسطات الشعر في بالظبط. منطقة دي حاجات معينة بقى قد ايه. بالظبط بالظبط، دي حاجات برضو لو يقدروا يجيبوها لنا احنا على معانا برضو، الشاشة يبقى يا ريت معانا لو صور ليها يقدروا، يا دكتور منال معانا برضو، صورة اللي هو لشكل استخدام الشعر، لو يقدروا يجيبوا. ديرماسكوب. ايوه هو يعني ده. هنا مثلا دي صورة فروة راس طبيعية جدا، كويس؟ دي كده طبيعية دي طبيعية، يعني ليه؟ الفراغ ده علشان هو بس العدسة علشان مكبرة، التكبير، فاحنا عشان ده تكبير 20 مرة أكبر من الطبيعي، بالظبط. فدي لكن دي صورة زي ما طبيعية. احنا شايفين فروة راس طبيعية جدا، والشعر نفسه طالع، سمكه طبيعي، كل الشعر مقاس واحد، وكل بصيلة مطلعة كذا شعرة، البصيلة الواحدة الطبيعي ان البصيلة الطبيعي يبقى ما فيها بتطلعش واحدة، بتطلع على الأقل 2، ممكن يبقوا 3، وفي مناطق معينة من ورا هنا ممكن يبقوا 4، تمام. وقليل بيبقوا 1. لكن قصدي أقول، فأنا بعرف عن طريقه إن أنا أشوف الشكل بتاع فروة الرأس والشعر. تمام. الترايكوسكوب أو نقول درموسكوب بتاع الشعر سمح لنا بقى إن أنا أشخص أمراض على فروة الرأس وعلى الشعر. برضو لو نشوف الصورة بتاعت فروة الرأس اللي فيها مشكلة، لو يقدروا هيبقى يورونا اللي هي المشاكل بقى بالظبط، معانا هي ايه مشكلة واحدة مثلا؟ اللي هي دي، دي هنشوف هنا ثعلبة. دي تفرق، دي مش ثعلبة، دي ايه بقى؟ دي ده سقوط للشعر نتيجة الصلع الوراثي، حاجة اسمها صلع وراثي. ده في ايه بقى؟ زي ما احنا شايفين هنا ابتدى يبقى فيه شعر كتير قوي رفيع، ما كانش موجودة في الصورة اللي قبل كده، كان كله كان سمك كله سمك واحد واحد. وطالع. هنا بقى واضح بالظبط. ان في فروق في السمك. وكمان حاجة تانية، ان السوفت وير بقى اللي مع الجهاز بيسمح لي ان انا امسك شعرايه شعرايه اقيس سمكها عرضها، فاقدر بعد كده اوصل لمتوسطات شعر سمك الشعر العيان ده قد ايه، وقارنه بالانسان الطبيعي. ده بقى ميزه الترايكوسكوبي اللي هو على هيئه الفيديو درموسكوب، الجهاز الكبير اللي بقدر يبقى معاه السوفت وير، فبقدر كمان اقيس، فاقدر اشخص الشخص ده سقوط الشعر، مش الثعلبة، سقوط الشعر العام اللي في فروة الراس ده نتيجة ايه؟ هل نتيجة مثلا ضعف؟ هل أنيميا نتيجة مثلا. انيميا؟ هل نتيجة ادوية؟ ولا لا ده انا عندي وراثة. هنا وراثة؟
زي الحاله اللي قدامنا دي، لا استعداد وراثي، دي مش هعرف اشخصها بعينيا الا لو كانت الحاله متقدمه قوي. طب معلش، انما هنا في الحاله هنا طب هنا بتشخصوها على اساس شعرايا سمك عادي وشعرايا رفيعه ولا ازاي؟ بنعد السوفت وير بيخلينا نعد. انا دلوقتي مش بعد، انا بس بقول الامبريشن ان انا عندي سميك ورفيع. فالسميك والرفيع في نفس المنطقه، ده في العادي في الصلع الوراثي لو كان في المنطقه الاماميه من فروه الراس. بقارنه بقى بالمنطقه الخلفيه اللي هي لا تصاب بالصلع، لان مرض الصلع الوراثي سواء جه في رجاله او في ستات بيجي في المنطقه بيصيب الاماميه، في المنطقه الاماميه وورق ما بيتاثرش. فاجي عند الشخص اقيس وعد قدام وقارنه بورا، تمام، فاقدر لما اعد واخد السمك بالقياسات الدقيقه اقدر اوصل لتشخيص. مين اللي يقدر يعمل كده بقى؟ السوفت وير اللي موجود على الجهاز. تمام. بنقيس بيساعدنا ان احنا نمسك شعرايه شعرايه نقيس سمكها ونقيس العدد ونقارن المناطق ببعضها. تمام. لكن هنا مثلا برضو هنا ليه هي صلع وراثي؟ لان احنا شايفين ان فروه الراس هنا طبيعيه عاديه، لون جلد طبيعي، مفيش قشر، مفيش حاجه، مفيش مرض لون مثلا احمر، فطري، مفيش اي حاجه، مفيش تليف، مفيش حاجه. في بعض الامراض بيبقى معاها سقوط شعر، لكن يبقى الجلد بتاع فروه الراس في التهاب، فيبقى في لون احمر، بيبقى في قشره، في بقع معينه توزيعتها بقى بنوصل بيها ان ده تشخيص المرض، ده ان هو تليف، ده تشخيص ان هو كذا. تمام. فاقدر اوصل عن طريق الترايكوسكوب او الدرموسكوب بتاع فروه الراس لتشخيص سبب سقوط الشعر. برضو بعينيا بقدر اتوقع، لكن مش بقدر اتاكد، لكن بالترايكوسكوب بقدر تبقى الصوره واضحه زي ما احنا شايفين هنا بالتفصيل، فبقدر اوصل لتشخيص. طيب تمام. انا شايفه يا دكتور ان هم يعني كتشخيص يعني دورهم فعلا هايل. عايز اعرف هل ليهم دور في مرحله العلاج بقى، ولا المناظير دي دورها تشخيص فقط؟ تمام. لو عندي مثلا الوحمات او الحسنات، خلينا نقول الحسنات، لو عندي حاجه شك فيها، انا مش متاكده، حاجه من اتنين، يعني بقول للعيان نعمل عينه، او بقول للعيان طيب هتروح وترجع لي مثلا بعد 3 شهور، بعد 6 شهور اعمل لك متابعه بنفس الجهاز بنفس التكبير على نفس الحسنه دي. لو لقينا حصل تغيير يبقى ساعتها لا هنشيل. التغيير ده يعني المقصود لونها، لونها، حجمها، لان الجهاز آه. برضو الفيديو درموسكوب الكبير ده بيعرف يقيس، فبيعرف يقيس حجم، يعرف يقول لا دي مثلا مقاسها 2 مللي، فحاجات دقيقه بيعرف يقيسها بقى الجهاز. تمام. فبقدر اقول له لا تعالى لي بقى في المتابعه اشوفك مثلا بعد كذا شهر ونشوف الحسنه حصل فيها تغيير ولا لا. تمام. ده في حاله الحسنات. طيب في حاله زي ما قلت مثلا في الاظافر، انا الاظافر بقول ان الشخص ده عنده مثلا فطريات في الجلد مثلا، هيروح يتعالج، هياخد اقراص مضاده للفطريات او هيعمل ليزر للاظافر علشان يعالج بيها الفطريات، ويجي مثلا بعد فتره 6 شهور، لان الحقيقه الاظافر بتاخد فتره طويله على ما تستجيب للعلاج، ويجي بعد 6 شهور هنقدر نتابع التحسن قد ايه، لان هي كلها صور بنقدر ناخد صور. تمام. الجهاز اللي هو متصل بالكمبيوتر بياخد صور، ونقدر نقارن الصورة اللي كانت بتاريخ كذا مقارنة بتاريخ كذا، ايه التغيرات اللي حصلت لها. ده بالنسبة للجلد. طب نيجي بالنسبة لفروة الراس. فبالنسبة لفروة الراس العيان هو اللي بيبقى عايز يطمن على نفسه، لان عيانة مثلا عندها سقوط شعر فبتاخد ادوية، او بتعمل حقن بلازما لفروة راسها، او بتاخد كبسولات معينة مقوية، او بتدهن حاجات، بتاخد العلاج مثلا 6 شهور، هي عايزه تطمن اخبار سقوط الشعر بقى ايه، هل في شعر ظهر، هل في سمك الشعر زاد، سمكه زاد. ساعتها بقى فهو يبقى تشخيص كده ومتابعه، يعني متابعة. لكن هو مش بيعالج، هو مجرد مقارنه بما سبق، ان انا عندي القياسات بتاعه ما سبق، فبقدر اقيس او لا بتتحسني ولا الدنيا بتسوق أو ولا زي الوضع ما هي، زي ما هو، لا يبقى لازم نغير طريقه العلاج. بس هو ده ميزه الدرموسكوب، ان هو بيقدر نفس المكان يراجعه. تمام.